Salam alaikum wa rahmatullah. On va continuer toujours, inchallah, avec le quatrième TP. Aujourd'hui, on va voir, là, dans cette vidéo, on va voir le cinquième exercice. Toujours, qui n'a pas fait l'exercice, une autre idée, c'est très importante. On va voir l'exercice ensemble. Écrire un programme en assembleur qui permet de compter le nombre de zéros dans un octet. Le résultat sera stocké dans la case mémoire d'adresse 0100H. Voilà. لهنا عندنا النقطي سدر بي بيت اوتوماتيكمون راح يكونوا في دي 0 و دي 1. لهنا واش دوموندا منا نحسبوا لو نومبر دي 0 في هذا النقطي. من بعد كي نلقاو لو نومبر راح نسوفغارديوه في ادريس 0 100. فوالا الفكره. هنا واش لازم ندير؟ هنا راح نديروا لو ديكالاج. لو ديكالاج تاع لي بيت. لو ديكالاج عندنا دو مانيير دو ديكالاج، سواء ديكاليو فير لا دروات والله فير لا غوش. هذا شفناه لهنا، شفنا روتيت رايت ويزاوت كاري، روتيت ليفت ويزاوت كاري. سادير نبدا نديكالي بيت بيت والله. لو دوزيام ايتاب بليتو دوزيام دوزيام تيب ديكالاج هو ديكالاج ويز كاري، روتيت روتيت ليفت ويز كاري، روتيت رايت ويز كاري. لهنا راح نفوت اترافير لو كاري. سادير هنا كي نفوت اترافير لو كاري، كي نديكالي البيت تاعي اترافير لو كاري، راح نقدر نعرف البيت كاري اسكو راه ان ولا زيرو. اذا كان زيرو راح نحسبو، اذا كان ان مش نحسبو. بهالطريقة راح نلقى النومبر دي زيرو في لوكتي تاعي. راح نديماريو لهنا، نكتبو ليزرسيس تاعنا. اول حاجة نمدو باغ اكزومبل ان فالور، كيكو سوا لا فالور هادي ان في اي باغ اكزومبل. الاكيميلاتور تاعنا نشارجيوه ب 0.5 مثلا. هذه لا فالور اللي رايحين نحسبوا لها، رايحين نحسبوا لها نومبر دي زان فيها. فوالا. من بعد نديكاليو نديكلاريو ان كونتيور اللي راح نحطوا فيه لو نومبر فاريابل، اللي نحطوا فيه لو نومبر دي باغ اكزومبل ريجستر سي، راح نحطوا فيه لو نومبر دي زان. قال قد عندنا ابليطو لو نومبر دي زيرو، قال قد عندنا زيرو في هذا الاخر. من بعد ان في اي نديكالو لو نومبر دي بيت، حطوها في البي ريجستر بي، حطوها في لو نومبر دو بيت. قال عندي وي بيت ان اوكتي. فوالا. من بعد دوكا لا فالور 5 راهي في الريجستر ا، نبداو في لي ديكالاج. ندير له ار روتيت اكيميليتور ليفت، روتيت اكيميليتور ليفت. هذا واش معناه؟ الاكيميليتور راح نديكاليه فير لا دروات. روتيت اكيميليتور ليفت، نقدر نديكالي رايت ما يهمنيش، يعني في الحاله هذه باسكو انا موش لو بيت هنا رايت ولا ليفت. المهم انه يكون اطرافير لو كير. روتيت اكيميليتور ليفت. ومن بعد دوكا واش نقولوا له هنا؟ جمب اف كاري. حنا وقتاش يكون ا كيعود الكاري ا، كيعود الكاري ا واش معناها؟ بليطو جمب اف كاري. اذا كان الكاري ا راح ندير ان سورس، هذا ماشي راح نحسب لو بيت هذا، راح نروح للنكست للنكست بيت، معناها راح نفوت للنكست. اما اذا ما كانش ما نديرش الجمب، راح ندير ينر ينر سي نكريمونتي سي بنر كونتير. فوالا. من بعد لهنا في النكست واش راح ندير؟ لهنا نكست نبعث البروغرام لهنا، الكول نبعثها لهنا. اذا قلنا اذا كان كاري، اذا ما كانش كاري اوتوماتيك واش عندي؟ راح نكريمونتي نديكريمونتي لو بي دي سي ار بي، ونكريمونتي لو بليتو انا خلاص سي بون سي انكريمونتي لو سي لهنا. هنا جوست ديكريمونتي لو بي. مادام ديكريمونتي لو بي واش راح ندير؟ راح نشوف اسكو راح يدير زيرو ولا ما يدير زيرو. اذا ما لعبش زيرو واش عندي؟ عندي كونتينيو، وكونتينيو راح نعاود نرجع، راح نرجع لهنا. من درنا في الديكالاج راح نرجع الرانزي نديكاليه اون اوتر فوا، كل مره راح نديكاليه ان بيت. فوالا كونتينيو، نعاود ندير ديكالاج. سينو اذا وصلنا لزيرو واش راح ندير؟ لهنا ندير موف، نحط الا سي نحطو في الا، لو كونتور تاعي نحطو في الا. ومن بعد نروح نستوكي ستار اكيميليتر باش نقدر نستوكي نحطو في الا، بس عندي الـ عندي الـ عندي هذا الانستريكسيون كيفا مي بيرميتر دو سوفغاردي ديريكتومون لو بي دون زين ادريس دوني، نعطي له ديريكتومون لادريس اللي هو قال لي 0 100. فوالا. لهنا كملت، هذا مكان، يعني هذا هو تو سامبلومون سي ان بروغرام تري سامبل. لو كان ندير اوتو كوريكت، ومن بعد نفوت ليكزيكيسيون، نروح نيكزيكيتي البروغرام اونسومبل. فوالا. لهنا موف ايميديت ا 0.5. فوالا. نشوف لهنا لاكيميلاتور جاتني فيه 0.5، نشوف 0.5 قد عندي فيها، عندي فيها دوزا تري بيان. من بعد لهنا سي 0.0، البي حطيت فيه 0.8 تري بيان. من بعد
راه نديكالي ديكالاجينا باش راح نشوفو اوتوماتيكمون جامب فوالا هنا اوتوماتيكمون ماش راح نكريمونتي لو سي بيسك ما عنديش الاخر راني نديكاليه بار اللافت راح اللافت راح نديكاليه هكذا تدير هنا كاد ديكالاج يبقى زيرو حتى نسين كاين ديكالاج باش راح يولي سي ان فوالا نديكريمونتي لو بي سات كونتيني عاود نرجع نزيد نديكاليه اون اوتر فوا مرة نشوف لاكيميلاتور هنا كي ديكالي تو كدا ولات لافالور تاعو اتشونجات لافالور اونسي لهنا مكانش ما نكريمونتيش ل بليطو نكريمونتي لو سي نحسبو في لي زيرو ماشي نحسبو في لي ان عفوا راني غلط هنا انكريمونتي لو سي دو فوا فوالا نزيد نديكالي نشوف لافالور كيف اتشونجات تاع لاكيميلاتور عندي زيرو واحد اخر اوتوماتيكمون نزيد نحسبو ولا 3 زيرو من بعد هنا اكيميلاتور شوف في فيديو لا فالور 50 اش نزيد نديكالي لهنا اوتوماتيكمون راح نزيد نكريمونتي بيسك عندي نوتر زيرو نديكريمونتي لو بي لا ميم شونس فوالا لهنا راني في 4 بيت فوالا دوك لهنا عندي لهنا لاحظ لهنا سي مش راح تنكريمو بليطون نكريمونتي هاد الخطرة ومن بعد الخطرة الجاية مش راح تنكريمونتها فوالا دوكا لهنا في التروا لاحظ بلي السي راح يبقى 5 ما تنكريمونتاش فوالا السي لهنا ما تنكريمونتاش دوك لهنا راح نكريمونتي لو سي بيسك عندي زيرو السي راح يولي 6 فوالا لهنا اوسي مكانش انكريمونتاسيون لهنا سي بون بي نشوف بلي ولا زيرو لهنا دوك هاد ديكريمونت جامب اف نوت كاري لا جامب اف نوت زيرو هنا زيرو اوتوماتيكمون راح يخرج البي راه زيرو راح يخرج يهز الموف لهنا 06 حطها في السي 06 حطها في لاكيميلاتور لاكيميلاتور كانت فين طبعا الارض حط السيس اللي هي كانت في ريجستر سي حطها لهنا في ريجستر هذاك بعد دوكا راح يحطها في نروح نشوفوا لا ميموار يحطها في بوزيسيون 100 فوالا هاي في بوزيسيون 100 درنا في شي لا ميموار انتيير نروح لا بوزيسيون 100 0100 نشوف بلي نلقى لا فالور فوالا هاي 0100 نلقى لا فالور لهنا 06 نقدر نشونجي كاع باغ اكزومبل لهنا مثلا نحطو باغ اكزومبل 01 ونحطو اف ولا عندي 4 هنا باغ اكزومبل اف هنا راح نكزيكوتيه ديريكتومون باش ما نطولوش ديرو ران اول تايم شوف بلي عندي 4 سكرنا هنا عطينا اف 4 ام دي 0 4 دي 0 مرة نشوفو البروغرام تاعي كيف راه يخدم تري تري بيان سي بون ماذا بيا ان شاء الله تحاولوا ديروا البروغرام هذا وحدكم تاسومبليوه تيكزيكيتيو ايطا بار ايطا باش تفهموا تري تري بيان واش راه يصرى لهنا قالكم اكزرسيس 6 هذا حاولوا ديروا وحدكم لي سيزيام اكزرسيس لهنا بيرميتي لي دي زيليمون دان طابلو بلاسي اون ميموار على ادريس 100 طابلو هذا حين بلاسيو في لا ميموار من 100 يبدا 100 معناها 100 يكون فيها هاد لافالور ومن بعد 100 يكون فيها هاد لافالور كيما شفنا من قبل راح نستخدم اور ونستخدم دي بي نحط فالور ومن بعد واش ندير رايح نشونجي لهنا كيما راهم هاد لافالور تولي لهنا هاد لافالور تولي لهنا هاد لافالور تولي لهنا سادير هاد الطابلو راح يولي بعد ما ندير له بيرميتاسيون راح يولي بالشكل هذا حاولوا ديروه وحدكم هذا بالنسبة كملنا هكذا نكونوا كملنا التيبي إن شاء الله راح نكون بعد إن شاء الله فوتو الكاتريام لا سيري كاتريام سيري نزيد نحوجو نفتحها أونسومبل وبالتوفيق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.